بالنسبة للدعم الفني هو 24/7. أنا أسامة حمدي، مسؤول نظام بويب في مطعم حدوتة مصرية. احنا بنعمل أكل شرقي، كباب وكفتة، مشويات، طواجن سخن. بنستخدم بويب بقى من 2019، طبعا حقق نجاح في أكتر من مكان سياحي تاني تابع لينا، فاحنا مكناش شايلين هم قوي إن احنا نيجي هنا أو إن احنا قابلنا صعوبات. بيتميز السيستم في بويب عامة تمام إن هو بيحسب لي كمية المخازن، طبعا هو ساعدني جدا في ان انا احسب عدد التيبلز اللي عندي في المكان. كل حاجه بقت سريعه والموضوع ده سهل عليا قوي. لو حابب ازود طبق زياده عندي او حاجه زياده في المنيو او وجبه جديده عليا اول مره اجربها، السيستم سهل عليا قوي. الضغط مثلا زي رمضان ان كان عندي ان انا بفول، بعمل فول اوت في المكان كله واحطه على الويتنج، فكان السيستم بيسهل عليا ان انا اقدر اعمل للترابيزه ان هي خلاص قفلت من عندي وبفتح ترابيزه جديده بسهوله قوي. رغم ان الصاله دورين والموضوع ممكن يبقى صعب او ياخد وقت كتير، لا السيستم بيسهلها عليا قوي. سريع قوي ان هو يوصل اوردرات للمطبخ، للبار، اي حته في ليها كنترول لازم هو بيوصل لها المكان بتاعها. من ضمن مميزات في بويب تمام ان هو خلاني اربط بين الفروع كلها تمام. حتى لو انا هنا في فرع عباس العقاد، فرع التجمع، انا ممكن اعرف كل حاجه عن فرع التجمع من انا اعرف في عباس العقاد. حتى خلاني ان انا لو هفتح فروع جديده مبقاش قلقان من الموضوع. نظام بيبين لنا ازاي نطلع التكاليف، ازاي تقارير مردود تمام، بيطلع تقارير يوميه عن خساره ومكسب تمام، بيبين للاونر ازاي المكان بيطلع لقدام مش بينزل. كمان سهلها عليه ان الابلكيشن اداله ميزه ان هو ممكن يفتح الابلكيشن من موبايل عادي، فيعرف كل التقارير بتاعت اليوم والسيستم ماشي ازاي وهو قاعد في البيت. خلاني اعرف انا قد ايه مبيعاتي وقد ايه الحاجات اللي بتشهر بيها والاطباق اللي بتشهر فيها، بالكباب، الكفته، في المشويات او في السخن عامه. كمان اداني ان انا لو حبيت ازود فيتشرز ان انا ممكن اعمل منيو تابلت، ممكن اعمل كول سنتر عندي دائم. اكتر حاجه لمسناها في هي التنفيذ والدعم الفني بصراحه جدا، لان التنفيذ هم كانوا معانا من قبل الاوبننج بيجهزوا سرعه ازاي تنفيذ السيستم عندي على الاجهزه وازاي دخول المكان. بعد كده التريننج مع الناس ان هم دربوا الناس على السيستم بسرعه قوي في خلال يومين، فالموضوع كان كويس قوي معايا. وبعد كده هم كانوا معايا يوم الاوبننج ما سابونيش خالص. بالنسبه للدعم الفني تمام هو 24/7، فالموضوع كان هو كويس جدا في الدعم الفني ان هم ما بيتاخروش عليا ابدا في الدعم الفني، فدي حاجه كويسه ان انا مش معرض ان انا احصل عندي عطل مثلا في خلال يوم او يومين، لا هم دايما موجودين.